رضنا ما نعرف وين نروح فيها، قاعدين بتشوف. طيب شو بدنا ناخذ؟ انا عم باخذ غرض غراض واهرب من الطيران، الطيران عم يقصفنا دغري. هذا الطيار الروسي الله لا يوفقه ان شاء الله. الطيار الروسي عم يشوفنا من بعد، عم يضربنا صواريخ عنقودية. الله يوفق روسيا. يا اكياس وحطب عشان نشوي نطبخ عليها. ما عندنا غاز ولا عندنا شيء ولا عندنا مي. الله لا يوفق النظام روسيا.